دكتور محمد بلغيث من السعودية. بالنسبة للجمعية القلب الخليجية GIS Gulf Interventional Society، هذه جمعية تضم دول الخليج العربي، جمعية لقسطرة القلب. دائما الجمعيات هذه تكون مهمة في المجتمع وللأطباء اللي مارسوا قسطرة القلب في هذه المناطق أو الدول. بالنسبة لجمعيتنا، جمعية قسطرة القلب الخليجية GIS، نشأت تقريبا قبل سنة ونص. كان في أول ميتنج قبل كم شهر وكان الحضور طيب، وشاركنا من المملكة بلايف كيس من السعودية، من عندنا من قسطرة القلب، فكانت الانطباعات ممتازة. الغرض من الجمعية أنه تكون فيها education لأطباء دول الخليج، تكون فيها اختلاط بالجمعيات وبارتنرشيب مع جمعيات القلب وقسطرة القلب العالمية زي اليورو بي سي آر، زي تي سي تي وسكاي، والجمعيات القسطرة العربية. الطموحات الجمعية القلب الخليجية أنها تكون مظلة لجميع الدول الخليجية. عندنا كمان في السعودية جمعية قسطرة الخليجية الساسس هتكون من المتعاونين. جمعيتنا جمعية كبيرة ولها باع طويل الآن، وجمعيتنا جمعية القلب الخليجية جمعية ناشئة وإن شاء الله هتكبر مع الوقت، بحكم أنه الغرض منها هو education تعليمي تثقيفي للمجتمع الخليجي عن أمراض القلب، عن الاحتياجات لقساطر القلب. فحيكون فيها أشياء كثيرة ولها فوائد ووظائف متعددة إن شاء الله، وحنا طموحين نكون في تعاون من جميع الدول وتكون مكملة للجمعيات الموجودة سابقا.